الأصلح واحد بالنسبة لي هو ممكن باش يقيد السبتي قدام الوجوه الأشخاص اللي قدام الأشخاص الموجودين هو أنفع واحد فيهم أصلح واحد فيهم تبقى ماهوش للمايور مي بالنسبة للموجود هذوما أما ممكن حسب رأينا الخاص في تونس فيها ناس أحسن منه يجب يقوموا بالمهمة كل كيف كيف كل كيف بعضهم أنا فما عدوات باش يبدل البلاد كل كيف بعضهم قديه هم 70 مقدمين رواحهم كل كيف بعضهم كل ما هم باش يعملوا شيء البيجي قايد سبسي خير باش يبدأ باشا حاجات باش تتبدأ باشا حاجات على توا ترى هو الأنسب في اللي موجود. هذا بصراحة مش يعني أنت باش تقول فرنسا ولا قطر ولا درشنو ولا درشنو بالنسبة لي أنا هذوما ناس مثلتهم فرنسا ولا أمريكا ولا قطر ولا تركيا ولا ما يعني ما همش توينس هذوما بالنسبة لي الكل نحكيك سوى هذوما وراني تصور هذوما ولا تصور ناس أخرين هما ذوما ممثلين عن دول اخرى قاعده تحرك فينا ومش من مصلحتها تونس تتقدم يزرنا نقعدوا عالم ثالث ونكونسيومي وما ما ننتجوا حتى شيء الاخ في الاخ ديما نقعدوا التالي انا بيرسونيل مو بصراحه معناها بيجي قاعد سبسي ساسيرمون الوغ اللي نعرفوه خير من اللي نعرفوهش كيما جوار باش تحطوا سيغ تيغان وهو ماهوش حاضر سي اوتوماتيك سي نورمال دونك بيجي قاعد سبسي خبره عندها دور حتى كان مش هو حد من يدي خاطر ناس نحسهم بروفيسيونيل ناس ما عندهم خبره دونك هكا انا راه الشعب اللي قدم خساره باش يرجع بالتوالي وكا هذه الفكره اللي واحد كي يشوفها مفكرها فما اوقات الواحد يتذكرها ربما كي عاود يشوفهم يحس بحاجه خايبه برشا ماذا بيه ما عاودش تفكر ليا متى ذوك الاكثر لا قد هم يعبروا على نوايا حسنة ما سعيد ياسر إن شاء الله ربي ما يوفقهم شكرا هذوما سوسون دي زوم ديتا ما تحسوا رجل دولة ما حيوا بالتسكية بالرزام ودر شنو حكيت حكيت أنا بيرسونيل مور هاكي بكل تحفظ هذا وكان أنا كنت نجم كنت تعطيني باج أخرى عندك شي باج أخرى؟ لا هذو ما ستة كذا ستة دي هنا وظيفة دي وظيفة هم خدموا الدولة خدموا الدولة والعبد مش معصوم الخطأ كل حد نجم يغلط فهمت والغلطة فيها دي دوغري شو جي وطور وصدر دوار تقعد بيت ترتع فيها كم المفرخة ها؟ ولا كمواطنة تونسية حاجة واحدة نخليهم يحكموا في هم يشدوا الرئاسة حاجة واحدة انه هما حيخليوا تونس تتقدم كما كانت النظافة قبل كما كانت في السبعينات وكما كانت في اخر الستينات نحن كنا باش ناخذوا الدراب وسويسرا على الابيض كنا باش نعلقوه في تونس من كثر ما بلادنا كانت شعبنا متثقف وشعبنا يحب بعض وبلادنا شيك كان تونس يعطيو بها المثل توا تونس ولينا في الارهاب يعطيو بينا المثل الاجدر مش ينفع البلاد ويحسن فيها اخويا مرحبا بيه الاجدر واه اي معناتها انت موافق على الشخصيه هذه واقف على الناس اللي عندهم خبره الناس اللي عندهم لي سوباسي باردومين حتى ما يهمنيش انا سواء كان من نهضه ولا واحد بس يسوسي اللي يكون انسان عنده كاباسيتي مش يوقف في البلاد هذه يكون لنا الايكونومي يرجعوا يقوينا البلاد فهمت اما فما ناس مرشحين رواح جايين نفدلكوا حرام انا عندي نعطيك راي في واحد بركه اللي هو كمال مرجان ايش بيه يعجبني على خاطر هو عنده دي حسب معناتها معلوماتي عنده دراية هو اللي نجم يوقف البلاد على ساقها من اول وجديد تكوينه من وزارة النظام السابقة ما عادش نحبوا نعاود التجربة تكوينه برشا نخافوا ترجع مكينة الدكتاتورية اما بيهم هما بون انا نحكي معناتها اللي نحب بون انا ما عنديش فكرة معناتها مثل على السياسة و ما عنديش كونفيونس في حتى مالوغوزمون اللي عنده كفاءة اقتصادية أو اجتماعية لازم يرجع مرحبا به لأنه عنده تجربة اللي عنده كفاءة في السرقات يبعدنا هكا والدكتاتورية يبعدنا هكا هذا المطلوب ما عنديش فكرة عليهم ما عنديش خبرة
عايش معاك. والإنسان معناتها الصوفية البادي خايف السبسي هو كان قبل الوزير في القديم. وإن شاء الله ربي يجري على الصلاح وكاو. ثم متاع التجمع اللي يحبوا يترشحوا الناس فرحة. ولا. قاعد صور انت. كثيرون حول السلطة قليلون حول الوطن. الناس يختاروا كل حي حر. أي واحد يجي خلاف النهضة سواء السبس سواء القرو سواء سكمال مرجان يعني أي واحد منهم ما نجمش أن نحكم عليهم مسبق أنه فاشل. أنا نحكم بالفشل على إنسان عشت معاه وعلى إنسان معناها عشت تحت حكمه فنجم يعني نحكم عليه. بالنسبة لذوما ما نجمش نحكم عليهم مسبقا. شدوا بالحكم سمعني البلاد الكل ما عادش عنده ثقة في حتى حد كسوا بن جعفر ولا بيجي ولا هالأسماء اللي نشوفها. أما إذا تخموا في مصلحة البلاد بالحق عملوا مشاريع تجريوا على الكرسي كسكروت يا عمي راهي دولة كاملة سيستم منظمة كاملة يا حبيبي فيق تبيع هكاكا تحبش تعيش هديت رئيس هاد برنامج سامعنا برنامجك تنفهمو طول فوتيرك